نشر البلوجر محمد فرج والمذيعة لينا الطهطاوي صور لخطوبتهم على حساباتهم الشخصية في انستجرام، وكتب محمد فرج على الصور: اللهم ارزقني ودها وحبها وارزقها ودي وحبي. وده بعد ما تقدم لها من أسبوع على الطريقة الأوروبية في حفلة خاصة في لبنان، وبرضو نشر صور وعلق عليها إنها قالت نعم. كل ده بعد شهور قليلة من طلاقه من البلوجر نوران، وهنا رواد السوشيال ميديا سخروا من قدرته الرهيبة على التخطي، والمذيعة المصرية لينا الطهطاوي أثارت الجدل من شهور بسبب ظهورها المتكرر مع الفنان الأردني عزيز مرقة. فالبداية كانت من برنامج The Blind Date Show لما تم استضافتهم مع بعض، وبعدها بقى مشهد ظهورهم مع بعض عادي ومتكرر، وده سبب إشاعات كتير عن ارتباطهم، خصوصا لما انتشر ليهم صور ومقاطع فيديو وهما بيرقصوا في أحد الحفلات، وعلقوا هما الاتنين على الصور بكلمة مجنناني، واتضح إنه الموضوع كله دعاية وإن ده عنوان فيديو كليب جديد لعزيز مرقة. وبالرغم من تصريح عزيز إنه متجوز، إلا إن الشائعات دي فضلت مستمرة لحد خطوبة لينا من محمد فرج. ومحمد فرج هو بلوجر ويوتيوبر مصري مشهور وبيتابعه ملايين من أنحاء الوطن العربي، وهو خريج كلية تجارة لكنه اختار مجال عمل تاني وهو تقديم محتوى ساخر على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. أما لينا الطهطاوي فهي مذيعة مصرية خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، واشتهرت بتقديم برنامج أخبار أون تايم على قناة أون تايم سبورت، وكمان بتنشر يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعندها عدد كبير من المتابعين.